طبعا نشكر العتبة الحسينية على استضافة طلاب معهد تقني كركوك وجامعة كركوك لأداء حفلة التخرج في العتبة الحسينية. الجميع أدى القسم بتكملة منهج الحسين. نحن نرى الحسين كقدوة لنا جميعا، هو سيد الشهداء وسيد المصلحين، فجميعنا نريد تكملة مسيرة الحسين في الإصلاح إن شاء الله. حقيقة نحن سعداء بأن يحضر هؤلاء الطلبة، ونتبنى هذا البرنامج في هذا الموسم، موسم تخرج الطلبة، وهم يؤدون الولاء والقسم لبناء هذا البلد لله سبحانه وتعالى من جوار المرقد الطاهر لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. نحن بحاجة إلى وقفة من قبل شبابنا، من قبل خريجينا، خصوصا وهم يعيشون في هذه اللحظات نقطة تحولهم من الجانب العملي إلى العلمي إلى الجانب العملي، حتى يستطيعوا بكل ثقة من بناء هذا المجتمع ولأم جراحه على مر الزمان.